de escucharlo, los padres generan una sensación como de que le vamos a dar sensación de debilidad. Y hay que desmontar eso. Si tú escuchas a tu hijo y respetas los derechos, no eres más débil. بالنسبه لي هما هادو تما في اسبانيا واحد الاشكاليه انه في النظر واحد المجموعه ديال العائله اللي تصار في الاباء اسبانيا انه لا توخ منذ سمع له استشار معاه وهضر له يعتبر اصلا انه غادي السلطه ديال الاب غادي تبدا وغتضعف وانه غيولي ضعيف بالعكس انه الانسان الاطفال الاولاد راه كيعطيو واحد الامكانيات انهم يتربوا مزيان انهم يتنموا بواحد الشكل اللي هو ايجابي ومهم.